اليوم ذكرني بخبريه، هو حامل الفرشيه عم يفرق لك شعرك. هو سوري ما في شعر، في من زمان يمكن بيعرفوها. قال في واحد عنده شي 4 شعرات راح عند الكوافير، قال له بليز فرق لي اياهم. هو عم يفرقهم هريت شعره، قال له خلص بتعرف رجع اعمل لي اياهم على ثاني ميل. كمان هو عم يعملهم على ثاني ميل راحت شعره شوي، قال له بتعرف اعمل لي هن على النص. هو وعلى النص شايله شعره، قال له ليك اترك لي هن مفنكشين. انا عاملين مفنكشين، فلتون على طول مفركشين، على طول مفلتون، على طول مفركشين. بحب اطلع وايلد قدام الكاميرا انا هيك. هيدا يعني ستيلي، هيدا انا، هيدا نحن يعني عرفتي، هيدا جونا، هيدا جوي طبعا، هيدا جوي. انا نكته سريعه بالاول، قال في 2 زيبرا تجوزوا جابوا ولد ايكوسي. ايكوسي في ختيار عم بيموت وعنده صبي حكيم، فطلب انه ابنه يعني لو بده تكون اعصابه تعبانه، قال له بدي انا ابني يعمل لي العمليه. قبل ما يبنجوا طلع فيه قال له بابا بس بدي اقول لك كلمتين، انا بدي اياك تكون اعصابك رايقه وتشتغل علي وكانه حدا غريب، بس حط براسك شغله، اذا متت جاي امك تقعد معك بالبيت انت ومرتك. هنود عم يعملوا فيلم عن حرب العراق، اخر شيء طلع بوش خيو لصدام. واحد عم يعمل شوبينج ومدامته ساعة ساعتين ضيعها للمرة، فجته فكرة لقى وحدة ماشية هيك كثير حلوة شعرها طويل لابس ميكرو جيب، وقف قال لها بليز 3 ثواني بدك توقفي معها. قالت له من شو اللي عم تتحشر فيه؟ قال لها بس 3 ثواني لأنه مضيع مرتي من ساعتين، بس توقفي بتحضر. محشش عم تغزله خطيبته، قالت له يا حياتي انت شو شجاع شو بطل، انت فارس من الفرسان. قال لها حياتي ما انا كنت شهيد بحرب الخليج. الاثنين محششين يعني مطفيين، لقاهم الشرطي طلع باول واحد هيك 7 وقال له شو اسمك انت؟ قال له 7 الليل، قال له انت؟ قال له 8 الصبح. زين مع مين نختم؟ معك ارزي عندك شيء؟ ما عندك شيء بقى؟ يلا ميراي عسيرة شعراتك. قال سعودي فات عند كوافير لبناني طلع اصلع، قال كل ما يسالوا شيء لبناني قال له شو رايك؟ قال له ما قصرت.